السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعين قناة ليتل جيمرز. كمل معكم تختيم 100% لعبة دراجون دوغما. الآن راح نخلص مهمة هذا الشخص، والشخص هذا راح نمشي معاه وراح عليها تروف، لأنه راح يعطينا الكتاب. نخلص المهمة حقته ويعطينا الكتاب، ونفتح بالكتاب الحركة الأخيرة لرامي السهام. فهمت كيف؟ طيب، عشان نروح مع الشخص ذاك لازم فيه ثلاث أشياء نسويها. أول شيء نسويه نجي هنا عند اللي هو حق الحرف هذا، وناخذ اللي هو رامي السهام، تغيير الحرفة، وناخذ رامي السهام وين؟ وهذا رامي السهام، بس بشوف حاجة بس بالأول شيء اللي تحته. يلا ناخذ الآن رامي السهام، نرجع لرامي السهام ناخذ. نعم عندي عتاد، والله ما عندي ولا شيء. ايش عنده؟ عنده الرمي المتفجرة، انصح فيها هدية ناخذها، تحناها ممتاز. رمية الزيت ما توقع، عين الصقر، هذا قناص، السهم الرهيب، انا اخذ السهم الرهيب هذا. يلا والله عين الصقر فيه حلو دي بصراحة، هذا قناص. لا خلاص كذا كفاية، أدركة الوثب ناخذها عشان تنقز. هذا عندك اللي هو رمية الوداع تنقز، وهذا عندك التلخيص السريع كويس، خليك تشحن بسرعة. هذه كلها نحطها، ليش لا نحطها كلها كذا كويسين. البنتين ايش عندنا؟ البنتينة خلها مشعوذة، وناخذ هذا بلاتينيوم، والله حلو بلاتينيوم ذا، مرة حلو البلاتينيوم. بلاتينيوم هذا حلو، إذا فتحناه كويس، فتحناه بحطه في برق ليثين، أحطه جذاب البرق بدل جذاب البرق. بلاتينيوم قوي، نرقيه. والقطب الثلج أقوى، قطب الثلج أقوى من البرق، ناخذ شو اسمه هنا، نحط قدرة الثلج ونفتح جذاب الثلج. الثلج أقوى بصراحة، عندك ثلج ونار. طيب كذا كويس، كذا كويس، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية نروح هنا المخزن وناخذ الأدوات حقتنا، زبط أمورك. طيب نجي هنا نشوف شو عندنا. ترتيب المخزن، السحب، نبغى نسحب اشياء خاصة بالقوس حقه. فين مين الاقوى؟ الاقوى هذا، ناخذ القوس الذهبي وناخذ قوس نعطيه، قوس نعطيه، مدام عندنا قوس نقدر نشتري قوس، اذا ما عندك قوس اضافي اشتر قوس، لكن ناخذ قوس نعطيه اللي بيعطينا المهمة، الشخص اللي بيعطينا المهمة نعطيه قوس، يبغى قوسه. طيب حنا كذا كويسين، حنا كذا كويسين. طيب تمام، إيداع طش كل شيء نحتاجه، عراس هو الدع ذا نرميه، السيف ذا نرميه، وشوف سحب إذا عندك أسهم متفجرة هنا خذها، أسهم متفجرة، أسهم متفجرة عندنا خمسة ناخذها ونشتري أسهم متفجرة. جرحياء عندنا، شريط جرحياء حطه. طيب كذا حنا كويسين، خلاص حنا كذا كويسين، نريح عشان نبدأ الصباح الجميل. خلاص أنا زبطت أموري وخففت وضعي وخدت المهمات، قلنا هذا ناخذه وهذا ناخذه، قلنا هذا وبس زي كذا كويسين حنا. هذا محتاج حق السقوط، ما نحتاج هذا الوزن نحتاجه، السقوط ما نحتاجه، هذا يزيدك الدفاع نحتاجه، يد اليمنى ممتاز. طيب هذه الحاجة الثانية، وش الحاجة الثالثة؟ الحاجة الثالثة مهمة جدا جدا جدا. الحاجة الأولى نغير كلاس رامي السهام، الحاجة الثانية نزبط وضعنا من هنا ناخذ عتادنا، والحاجة الثالثة مهمة جدا 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 جدا، واللي هي فينه؟ نيجي هنا وناخذ كلاس، ناخذ بيدق يتكلم لغة الجن، نبغى بيدق يتحدث لغة الجن، عشان حنا بنروح لديرة جنونة
ولازم ايش يتكلمون لغة الجنون. كيف نعرف عندك هذا حكاء الغابات؟ حكاء الغابات مقاتل. والله خل نبحث دقيقة بطريقة ثانية. بحث عن بيادقين، المشكلة ما في بحث بالتخصص، ما في بحث بالتخصص. روجين هنا عرض بيادقة الرسمية، عندك حكاء الغابات هنا مستر بايسون مستوى 8. لا مستوى 8. هذا مستوى 8 بعدين. هذا حكاء الغابات قوس. لا بشوف ودي بي شو اسمه حكاء الغابات اوتو مقاتل. فانت لازم يكون التخصص حقه حكاء الغابات. انا معاي مقاتل، بحطه بدل المقاتل اللي معاي. يلا ها استدعاء البيدق. تعال وينه راح هذا اوتو هذا. اوكي ها هذا هو يقول لك احتجت التواصل مع احد الجنيين فانا هنا يا سيدي. هذا هو شايفينه. يلا استعانه. نعم نحطه بدل هذا. والله انت جملت بصراحه لكن خلص. نعطيه الله زرعه، نعطيه قلب. خلاص انا كذا تمام. ممتاز ممتاز. يلا مشينا. نعم فهذه الحاجة الثالثة أوتو. يلا يا أوتو حين كذا حلوين. اثنين رماح واحدة. أوكي كذا كويس. أشوف الآن نروح نكلم، بس قبل نكلم أنا أبغى نسوي حاجة. بس نكلم هذا بنشتري طلقات متفجرة، إن عندنا قدرة التفجير طلقات متفجرة، السهم متفجر. أظن عنده غير خمسة هو، لأن معاي خمسة صح وخمسين. ما أقدر أشيل غير عشرة. ليه؟ ما عنده غير عشرة هو الطعس. طيب أوكي معاي 15. الطعس لا. طيب نكلم هذا ناخذ حجرة العبور. معانا حجر عبور أكيد، نشتري عند حجر عبور هذا. يا سلام مع حبة كذا مخليها لنا الله يحفظه. أذناها. يلا نكلم هذا ونبدا الان نفهم ويفهمنا. الان يطلب منك قوس، تعطي قوس. ابغى قوس. خذ قوس. كذا كويس. اذا معاك اشتر من اللي جنبك هذا حق الاسلحه. يلا هو تو واصل سن البلوغ ومرسلين. قال روح القبول. قبل طيب خلاص انت جاي ضرب مشوار تشتري قوس براسك ذا كان برتقال. طيب الان هذه المهمة، اريك المهمة بس عشان لكم تابعين رائعين. هذه المهمة قواس الغرباء. فين نروح؟ روح هنا. اوكي والله ما هو بعيد، توقعت بعيد يعني. يعني اوكي من جبت ريفيو طلعت، انا طلعت من هنا. هنا ما هو بعيد مرة. اوكي طب حنا كيف نمشي؟ نمشي من هنا الان، نمشي من هنا عشان بنجيب قطع الى ان نصل هنا. طب اشوف ممكن تدرون، لان من هنا الين هنا ما في شيء. شوف إلى الزاوية إلى النار هذه. شوف أنا بمشي إلى النار هذه الآن، ما أحتاج أوريكم. مشينا هذه كلها ما أحتاج أوريكم. إلى النار هذا موقع التخييم هذا، بعدين أرجع لكم. خلاص نكمل مع بعض إلى نصل المهمة. إيش رأيكم؟ كذا أفضل. حط نقطة هنا في النار هذه شايفينها. أنا بمشي لين هنا، أنا ما في شيء خلاص ما أحتاج أوريكم. طلع مقطع الفاضي. بس قبل حنا بنطلع من البوابة هذه، ففيه وسام هنا. وسام هنا تمام، بنعطيه رقم خمسة. الوسام هذا بنروح الوسام هذا، نطلع نجيب الوسام ونكمل المسيرة.
ما عمل الباب هذا، لا الباب الثاني. البوابة من عندي كذا، بقول الشرقية. تمام البوابة الشرقية، ايش رايكم؟ حتى قال فين؟ اقول عند البوابة الشرقية. ما اعرف، ما يعرف. يلا من هنا البوابة هذه، وتحت بس نجيبها. شايفين تحت هناك؟ تشوفون لمعتها؟ تشوفون لمعتها؟ هذيكي. فلكن نوقف الشباب، خليك انت وياه هنا لو سمحتوا، ما له داعي تجون. احنا كم؟ ايش بتاجه؟ ايش بعيده كذا؟ لا تجون انتم، ما احتاج تجون، بس احنا ننزل. انا انزل واجيبها بس. طيح لفيمي من هنا، طيح لفيمي، طيح طح 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 طح. اوكي ممتاز. يلا هي هنا، هي هنا في المويه هذه، شايفينها؟ هذه ممتاز. مسام استكشاف، اوريكم فين بالضبط عشان اوكي نحيث محطيت النقطة بالضبط. شلنا العلامة زي ما قلنا، بنروح النار هذه. فين راحت العلامة؟ الآن نرجع من هنا، بسوي كيف الرجع، يمكن بعضكم يشتكوا كيف نرجع. الآن حنا عندنا كم وسام؟ 40. كم من 40 وسام حنا؟ لا تطيح في الموية يرحم أمك. نرجع من هنا، أظن كملنا 40 وسام. الأشياء ذي زارة الظهيرة، لا 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 تسوي الحركات ذي. بس نرجع للطريق عشان أوكي خلاص احنا الآن في الطريق. يلا تعالوا شباب. طيب أنا إيش كنت بسوي؟ أنا كنت بجي هنا، حطيت نقطة هنا صحيح. لا نسيت حاجة أو تذكرت حاجة كنت نسيها، اللي هي هنا. هنا فيه قرية، المكان ذا فيه قرية، فلازم ندخل القرية هذه عشان ناخذ وسام استكشاف. أنا كنت بجي هنا وبدخلها من الخلف، بس من الخلف لو جيت من هنا الباب مقفل، الباب هنا مقفل، فلازم تيجي من هنا عشان تفتح الباب. فهمت كيف؟ فحنا فين حنا الآن؟ حنا هنا نبغى نلف من هنا ونروح القرية. فنصيحتي هنا فيه، يجيك هنا في سايكلوب ذو العين الواحدة. والله قتلت أنا بصراحة كنت مشتهية بقتله، فقتلته. فأنصحكم تقتلونه، تاخذ لك يعني XP جيدة ما يبطالة. فالقرية من فين؟ القرية من عند الكهف هذا. نجي على المنجم ونجي على فوق، لأن التضاريس الجبال في اللعبة ما هي واضحة. تضاريس الجبال في اللعبة ما هي واضحة. أنا كنت بجي من الخلف بس تذكرت إن في باب مقفل، الباب مقفل فما تقدر تسوي شيء لو جيت، ما تقدر تسوي شيء من الخلف، فلازم تجي من الأمام تقتل الناس اللي فيها وتاخذ لك اللي هي وسام استكشاف وتفتح الباب للطريق الثاني. أظن في فترة من اليوم إذا جيت تلقاها الباب فاتح. والله رهيب صراحة يا أخي، هذه طورته ده شو اسمه الكلاس ده، كلاس رامي السهام. والله ترى مجرم، والله مجرم. في كمان كلاس ثاني اللي هو رامي السهام بالأسحار، يستخدم أسحار، هذاك برضه مجرم. خد شلوت، خش من هنا. تعالوا بس، والله طولنا احنا المسافة عشان نصلي. عاد نوريكم عن طريق هذا، ما عارف السبب. هناك في خليني اتأكد، هناك في وسام. ايوه في وسام هناك صح، في وسام اخذناه صح خذنا الوسام اللي هناك صح. ايوه طلع من فوق من هنا كويس. الحرفة ارتفعت حقت البنت. فين نروح؟ فين الطريق؟ هو طريق فين؟
طريق من هنا خلاص من فوق من هنا نمسك الطريق هذا. يلا الآن يقبلونك البشر هنا القرية عشان صح صح حطيتها صح يعني. ايش هذا؟ هذا تيس. حتى هذول يعطونك اكس بي. اوكي كويس. هذه القرية شايفين؟ هذه القرية بالضبط. انت اول ما تدخل قرية اول ما تدخل يرمون عليك صخرة متدحرجة. بعد الصخرة جاية يلا انزلوا فوق. يا تعال هذا اليوم انكت لهم شيء ال وو والحق شو اسمه ما دام عند بعض كذا. اعطينا دقيقة دقيقة اعطينا شوف حركة اللي هي تنقز عليهم توطم مثلث. شوف رهيبة الحركة ذي. احي حشرنا رامي سام اللي جاني عنده. وخر عني انت بين الصحة انت بين الصحة. طيب قتلناهم معاهم فلوس. اول شي نجي هنا وناخذ الصندوق هذا فيه رداء خشن ونقعدة التخييم. ايوه ثقلتني. اوكي تفتحه كان ممتاز. اخذت حجر عتيق وعندنا المنزل هذا مقفل. كيف نفتح المنزل هذا؟ نجي هنا ونضغط R1 عشان نصيب اللي هو واخر راسك الله يرحمك. هو ايش انت؟ اخوي فتحناه؟ ايه فتحناه كسرت ابوه يا راجل. طيب خلنا نحاس في شيء ثاني. في شيء هنا اللي هو 1180. طيب فين الوسام؟ الوسام فوق المنزل هذا. في المنزل هذا فوق الوسام. كيف ننقص فوق؟ كذا كذا. شو الشغلة بدية اهو فعلا هنا. وهذا الوسام وهذا هذا وسام استكشاف في القرية هنا. ممتاز يلا مشينا كمل المسيرة. البابات القون مقفل شايفين؟ ما مقفل قاعد يفتحه يكون مقفل متأكد انا منه. يلا نكمل من هنا. هنا شباب متجمعين بس نسلم عليهم نسعدهم هنا. اظن هم ذي تلقاه على طول. اسف اسف والله اسف بغيت ازعلهم. هذا قلقاس ان شاء الله قلقاسنا. ايوه قلقاس ممتاز. قلقاس حق قدرة التحمل. طيب الآن نروح على قدام هنا. الآن يجينا المكان هذا. هذا المكان اللي حنا قلنا بنروح عليه أولا. المنزل هذا حنا خلصنا منه. تدخل خلص من القوة ثقيلة الولد. عنا نشيل الأغراض نعطيها منح نعطيها أوتو. أوتو بعيدة أوتو يا أوتو بعيدة أوتو. ما أنا قلت لهم مهلا. أوه زعلوا مني. قلت لهم مهلا تعالوا تعال إلي إلي إلي. هذا إيش؟ عند ذا. تعال هنا. يلا الأغراض منح نعطي هذه البنت. هنا عندك في أغراض تأخذها من هنا. في أشياء حلوة هنا. لما نكمل هنا الآن نبغى نروح هنا في المنطقة هذه. في قرية هنا برضو برضو في قرية هنا في أشياء حلوة والأهم فيها وسام استكشاف. نفرق لها من فين؟ نفرق من هنا. من فين؟ من هنا. أيوة بصراحة حلوة إضافة الطرق ذي يعني احترامي لها.
هذيك القرية على الموية كذا. وخذنا عن الصقر، لو خذنا عن الصقر، عن الصقر. اه هذا استقبلنا ذا عن الصقر. والله كويس خذنا محارب، ترى محارب ترى مرة مهم. شوف كيف يهب التهبيد. والله كراه بس ان هو تانك، التانك حقك لسه ما خلصنا. في بشر هنا ما ودي اتقدم انا. تعال يا اوتو. هذا واحد. لو خذنا الون هذه كويس. شايفين هذه اللي لو لاحظتم في واحد صابني وطلع كذا حولي شعاع وقمع. لا شرط والله عليك. ليه لا تلحق المويه، لا تلحق في المويه اوتو، لا تلحق في المويه. ارجع ارجع ارجع، تعال الي 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 يا بابا الي، ارحم ولدك الي. طلع عندنا ناخذ الشيء هذا، مستخلص الوحشية، وندخل هنا المنزل هذا. فلا تقفل المنزل هذا، شو نصلح؟ المنزل مهم بصراحة. نجي خلف المنزل ونضرب الباب R1، نصيب الباب، هذا الباب، كسرنا الباب، نرجع الباب. انتبهوا تحت يغدر فيك واحد تحت. بس أول شي ناخذ هذا الشي، حجر اليشيب أو حجر يشب، ناخذ الشي هذا وننزل تحت تحت فيه. طيب انزل وين؟ فوق في واحد بس ما علينا، نصيب الشي هذا. هنا في واحد يغدر فينا، انتبهوا. فيه خذنا رداء ولنصبه، عندك اضغط مثلثين عليه. خذ 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 خذ، يتكلم اعطيها اهبد. اي والله تكفى اهبد. خذ مثلث، مثلث رفصل، خذ مثلث. جمدناه مات. واذا مات تلقى عنده، وين هي الفلوس؟ اخذته انت؟ هذه الفلوس تكة 12,000، 12,000، ايش تبغى اكثر من 12,000؟ شيء. الان ناخذ الوسام، وجاهم واحد هنا هبدوا فيه. وينه؟ بين الوسام، الوسام فوق هناك، شايفين؟ هناك الوسام. نجي ننقز هنا، وننقز هنا، وننقز هنا، وننقز هنا، وننقز فوق هذه وهذه. وهذا الوسام شايفينه، هذا الوسام، وسام استكشاف. الله صحنا كذا كويسين. بسم الله نطلع ذي. لا سباسة اسمه، اسمه سباسة سري. بس يلا ريح لا نكمل، ما شك بريح لأني قريب من ذا. بس خلنا ناخذ الخاتم وشي. هنا في خاتم، هذا مطارد. ريح بعدين كمل المسألة. طيب لازم نروح من هنا الآن. يطلق على ايش هذا؟ اه هي انثى، نسيت مع انثى. بنروح هنا في كهف قصير هنا عند هذول، شايفين هذا كم فهد عند هذول. كهف كذا قصير مرة. انا كده حركة، احب انقز عليه واضغط شده ونروح. ايش مثل الطير اروح. وين الكهف؟ الكهف هنا. خش من هنا. ليش تنقص قدرة التحمل بسرعة؟ لان على طلعة. لا والله ثقيل انا. ليه شلت؟ هنا فيه كهف. فينه؟ بدي اضيعه هناك. شايفين عند هذا البرج هذا، مش كذا يسار. ممكن نكتفي بدخوله ده. بس اتحذف، لا تحذف انتو يا. اي طلع مين دول؟
والله رهيب والله الارشر بصراحة. بديت رامي السهام هذا، اظن ممكن الجروب اللي معاي قوي عشان كذا. طيب هذا كهف، ايش اسمه هذا؟ مغارة مخفية، حتى ما اعطوه اسم يعني. هذا غثيث من ناحية ايش، فيه سلايمز كذا كفاية، اظن كذا دخوله كذا كفاية. فيه سلايمز فمزعجين هذول السلايمز، مالك غير تطلق عليهم. هذي شوف يجيك واحدين الان، شايفين فينا؟ ابعد عنه، لا عنده، ابعد عني، تفجر يا ممتاز. يس وين ال كمان هنا سلايم، اطلق عليه، لا يحشرنا. اوه انحشرنا حبيبي، اطلق عليه. طيب اجرب النار، ايش ارد؟ ايش ارد عنه؟ ايش ارد عنه؟ لا تستخدم اسمع الطلقات النارية المتفجرة، لا تستخدمها، لا تضيع على ذولي. انت تقدر تطلق عليه طلقة متفجرة. مين مات؟ يا الله عليك، انا قلت لك تعالي. طيب هذاك متفجرة بال يتفجر عليه. اروح اساعد خوياتنا ذي يا شيخ، الله يقرفهم. جايك طيب، يلا امشي، بالله فرقفني. هذا خليه يضرب هو الباب، شوف يضرب الباب يفتح لك، هي الفكرة كذا. خلاص فتح الباب، شكرا. ايوه اهبده حاطه كذا شلوت. لا تستخدم المتفجر ذي، انتبه له، حافظ عليه. طيب اضربوا يعني ضرباتكم، ليش ما تضربون ضرباتكم؟ هو يتفجر ذا، شوف كيف يتفجر، ما تشايفه يتفجر. الدب ذا يتفجر، انتبه له، له كثير هنا فيه. والله ما انتبهت فيه كثير يا صدقوا. طب يتفجرون في هذا الصندوق، اخر حنا وتفجرون يا دب، تفجرون اترمين بالنار. شوف كيف تفجرون، يا دب النار تفجرون. تعال تعال الي 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 اخر عنا تفجرون. كيف؟ طيب اظن هنا خلاص خلصنا من هنا، اظن ما في شيء. هو كهف طويل جدا، وتروح من هنا وتخلص اشياء، لكن احنا كذا خلاص كفايه. زي ما قلت الكهوف مو لازم تكشفها كلها، لازم تخلصها كلها، ومجرد ما يطلع اسم الكهف كفايه. يلا مشينا، بس نمشي ونطلع. طيب ما عندنا شيء والله هنا، بس نتوجه لي دي. خلاص اطلع من هنا. الكهف فيه عصا سحرية ترى، الكهف اللي مهتم فيه فيه عصا سحرية، بس خلينا نخف اغراض. اوه معانا هذا صح، تجهيز، خلينا نلبس ذا. هذا نعطيه هذا كذا كويس، توسط الخفة كويس. عندنا هنا عصافير، شوف انت لما يجي عليك، شوف الان ما يجي حن علينا كذا زي اللمبة كذا، شوف اللمبة هذه الصفراء اذا كانت عليك هذه دفاع. دي وين نروح هنا؟ هنا اروح من الخلف، هاي الدفاع اذا جتك ضربة تعطيك دفاع، هذا يحميك انك ما تموت من ضربة واحدة. في بعض الاعداء ترى قوية جدا، يضربونك يقتلونك من ضربة واحدة حرفيا، فانت تتجنبون. طيب عندنا هنا نار، وعندنا شباب حلوين. اجلد مين جاب نار كمان؟ رهيب الحركة دي. خلاص جر معهم فلوس، كويس معهم فلوس. يلا هنا في دقيقة، ماشين كويس، حنا ماشين كويس.
هنا في تحت، وش في تحت؟ هو هنا تحت في خاتم. لا هنا مو هنا يا أخي، ليش طحت أنت غبي؟ الخاتم هناك، قربنا هناك من المكان، في خاتم وفيه اوكي هذه غابة الملكيت، وفيه ذات العين الواحدة. تعال هنا، يستقبلونك الآن هذولي. لا طلب قتل، واحد يبغى مساعدة. يلا اعطينا نار، خذ بس عليه، نحرق الذيب، ممتاز. هو هنا، يلا ها صوت، حنعطينا حاجة كويسة، عدنا يعطينا حاجة الآن كويس. 1500، يا سلام. ممكن ما تلقى هذا تحت، نطيح تحت كذا شوية كذا. في هنا خاتم، في صندوق هنا غريب، راح تلقى صندوق كذا شكله غريب أول مرة تشوفه. هذا وش فينا؟ في خاتم، هذا خاتم القريب، هذا خاتم جيد، هذا خاتم إذا قربت من الأعداء يزيد الدفاع حقك. خاتم القريب أوريكم، بس ممكن آخذه. لا كنت كل هذا خاص بالمعام قوس، كل ما قربت من الأعداء كل ما كان ضرباتك أقوى. ماني عارف، نحطه في اليمين. طيب ما أدري يعني، ما أدري كم كمية القوة هي هنا شكلية عندي، كمية القوة يعني كم؟ يعطيني 100 نقطة، يعطيني 10 نقاط، يعطيني نقطة ونص، كم نقطة يعطيني؟ لا تت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 
قريبة في كهف هنا. طيب دقيقة نخش الكهف ذا، هو نفس الكهف اللي دخلناه ولا؟ خشنا في كهف، طب مو كهف حتى يا رجال، 3500 حسب كهف. هنا فيها العينة الواحدة وينه، وهنا كمان في كهف، لا هنا في مدخل من هنا. ايش فيه؟ هذا العداء، والله مقاتل ذا، محارب. دوت والله التجميد والله جيد، التجميد يعتبر اقوى من خلاص. دقيقة نخلص بس الاولي بس نشوف ايش عندنا. هنا في هنا السايكلوب هنا، نشوف وين بالضبط، نرجع الطريق دقيقة. وهنا اظن مو فيه، هو كبير مرة يعني مو يختفي الدرجة دي. ممكن هنا تصدقون؟ ايوه هنا، هذا هو جانا كذا خش علينا، هذا ذو العين الواحدة. اوريكم فين؟ هنا في الغابة هذه، في الحشاش هذه، انت التقاطع هذا هنا. يلا خش عليه بالصحة. كيف بيجينا؟ ايوه تعال هنا، صحة صحة يا شباب. والله لف 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 لف. يلا تعال. والله لف لف لف. يطيح الحين، يطيح طيح 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 طيح. طيح هي. يلا تعال لي فوق. دوخته. الحين يلف 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 يجين. خلاص ناكل ونرجع لكم. طيب الان حنا قتلناه، هذا شايفين قتلناه. بنروح هنا فيه كهف، هنا شايفين انا جبت الكهف، انا بحثت عنه ما ادري كيف طلعته بصراحه. هذا هو الكهف شايفينه، ومندس شوي الكهف هذا. فاذا طلعت من فين هو، من فين جانا لما جتنا القصه، هنا شايفين، هنا شايفين عند هذا الشيء، اتجه يمين، ما عندك شيء هنا مقفل، وتلقى المغارة، اسمها المغارة، مغارة مدري ايش، مغارة ماء والمطر. تلقى هنا
هذا محسوب كهف عشان كذا يعتبر مهم جدا. سارية الجذور اللي هو هذا، شايفين هذا مرة قوي، هذا عصا سحرية بعيدة. ايش بعيدة؟ خويت يعني، انت المفروض انك قريب مني على طول. فهنا منح تاجة اللي هي هذه خوياتنا ونعطيها، شوف كيف يعني قوي بصراحة قوي. أيوة، لا فين نروح الآن؟ خلص المهمة، يلا دلنا يا وحش. خلص المهمة يلا، من هنا من هنا. خلص المهمة الآن ونرجع إلى شلون الطريق، وش بنا ضايع زي كذا، ونرجع لفير نورث ونبدا المهمة الثانية. تعالوا انتوا يا فين دلوني. طيب يلا اوتو، دلنا اوتو. اوتو يعرف الطريق. وين هو الطعس هذا؟ هذاكو. يلا كلمه ونخلص. يلا سلام عليكم. انا نختبرك، ايش تصلح؟ ايش تصلح؟ بس كذا ار 1 وصيبه واحده من هذه. طب اطلق خلاص بس. الله انت مدري ايش، انت تعرف القواس، انت كويس. يلا هني اوريك وقول شوف حتى انا قوي. مرة بصوت yeah. يلا طيب خلاص. تبغى اعطاك خاتم القريب، اعطاك 8500. خلصنا كذا المهمة. علمت كثير من القوس والله معلم سويت لي شو. طيب وش عندنا هنا الان؟ الان نرجع الى في صندوق هناك نقدر نجيبه. معنا الان نرجع الى فير نورث. تبغى ترجع كعابي، انصحك ترجع كعابي. انا بستخدم الحجر، عندي 7. يلا نرجع الى فير نورث. الان تبغى تبقى على الكلاس حقك على كيفك، تبغى تغيره برضو على كيفك. والله ممكن اغير انا، بشوف اذا يتطور تطوير جيد. دقيقه بشوف اذا تطور تطوير جيد ابى اخليه. حبيته تغير الحرفه. وش عندك؟ انا افتح هذه، نفتح هذه بس. الجلد، الجلد اللي تزيد قوه تحملك القصوى. اوكي ممتاز. والله ماني عارف، ودي انا ابغى اجرب الكلاس هذا بصراحه، ودي بالكلاس هذا بجربه. رماح سحري ودي اجربه. خلينا نشتغل على شويه، ما عندي شيء. يو مفسخ، والله ما عندي ولا شيء. خلينا نجربه. يلا نصل سيشي. نعم ما عنده غير حلقتين ذي، مشكله. الصاعقه الناثره اوكي، ليش لا؟ الطشه دي كلها ليش لا؟ بنشوف التاج وش فتحت البنت، وش فتحت البنت؟ ما اتوقع منشط فضي هذا. والله عطوه رجع الصحة، والله ممتاز ذا. اتوقع كذا كويسين كذا، ما عنده غير هذا التخليد بس. نعطيه التخليد، اتوقع كذا كويس. طب كذا كويسين حنا. الغاء. يلا الان نام، نريح لين يجي عند الحداد، يرجع الشخص هذا مره ثانيه، الجن يرجع اللي علمناه الرمايه عند الحداد. تمام بس الان نبغى نجي هنا ونزبط عتاد. الحين ما عندنا عتاد. ترتيب المخزن ساحب، نبغى عتاد. حنا تورطنا. وين العصا حقت؟ وين سيف هذا؟ سلاح الرجال هذا، هذا ينفع له. ناخذ هذا، ناخذ ملابس. ملابس هي القوية، القوية ملابس. ترى ترى ملابس مرة قوية، ملابس مرة قوية أصلا.
بس لبس ملابسه، وبعدين نخلص الشيء الثاني. اعتاد، تجهيز، 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 خلاص كذا كويس. ونغير الخاتم، الخاتم هذا ما له داعي، هذا جيد ده. خليك تطرح الأعداء بسرعة. طيب يلا الآن نرتب المخزن. طيب بخصوص ترتيب المخزن، أي شيء شو اسمه مع البيادق على طول أحطه في المخزن، أدوات الصناعة أحطها في المخزن، أدوات كذا مخمجة زي ما تقول فواكه مخمجة، فواكه خربانة، لحم خربان، حطه في المخزن. كويس، أعطتني 184 نقطة، كويس. مين هذا أعطاني الجواز هذه كلها؟ والله لذيذ ذا. لا يلا، والله واحد دلعني. يلا هيا نروح على شو الرجال هناك. اي هناك كويس، انا نكلمه بدي اجرب ذا السلاح، يمكن اذا ما عجبني ارجع اغيره. مطور دقيقة، يلا ما هي مشكلة، انت معلم مهمة. يلا بدأ المهمة اللي هي اختبار حقيقي في الرماية. طيب اوكي ما مشكلة اجيك الان، بس خلني اطور. طيب طورنا هذه اللي قدرنا عليه، نروح البنت نطور، ليش لا، طور شيء تقدر عليه تطوره. اوكي كذا كويس، يلا الغاه. نروح هذا نلقى عنده حجر عبور ان شاء الله. عندك واحد يا حبيبي، جيب جيب كمية، جيب والله اشتري منك. اوكي عوضنا حجر عبور حقنا، اظن عند المنزل ممكن القى حجر عبور عند المنزل. طيب هذا ولا فين نروح الان فعل المهمة. اختبار حقيقي في الرمان، خلص هذا. متى فتحت عندي ذي؟ شوها بعدين. طيب فين المهمة؟ المهمة هنا، راح نرجع نفس المكان، نفس المكان تقريبا حول يعني المكان حقنا هنا، نرجع هنا شايفين، يعني نقطع نفس المسافة، ما يحتاج أوريكم. تمام إذا وصلنا هنا إن شاء الله أرجع لكم، بضرب مشوار إذا وصلنا هنا إن شاء الله أرجع لكم. مرة أمشي من هنا ما في شيء تشيله، لا تشيل هم، بس أوريكم حاجة، بس خلينا نجرب معكم الكلاس، نلعب فيه شوية، نوريكم الكلاس أوريكم. بس في عند حركات، هذا في حركة رهيبة، في حركة كذا اللي هو شو يسموه تجتاز الأماكن، ما ادري فهمت ولا لا. ايوه البنت هذه، خلينا نتكلم عن البنت هذه. شوف هذه البنت تلفلف، هذه اللي ساعدتها انت، خلصت معاه اللي هو الدواء الحلو، شايفين فلورا، شايفينها فلورا هذه، اذا خلصت المهمه حقتها ولقيتها عند مهمه الصندوق، مهمه اللي هو الدواء الحلو، شايفينها فلورا، بعدين اذا قابلتها عند اللي هو وين الصندوق، وين اللي هو الصندوق المزخرف، عند الصندوق المزخرف هذا عند البائع نفسه، لانك انت البائع اللي اشتريت منه صندوق المزخرف هذا، البنت هذه توقع حفيدته حاجه زي كذا، فتقبل عند الصندوق المزخرف البائع وتكلمها الين تعطيك الشيء هذا اللي هو هذا كتاب المعالج، هذا يخلي احد البيادق عنده سحر العلاج استخدام، وهذا هو علم بيتك الخاص بك تخصص، وهذا تاخذ عليه تروفي اللي هو بيتك متعدد المواهب. تمام تروفي بيتك متعدد المواهب، تعلم البيتك حقك تخصص، فبتاكد الكتاب هذا فين نجيبه. تمام ابغى اتاكد واعلمكم، انا اخذت من البنت هذه، هل في مكان تشتري منه؟ في مكان تشتري منه كويس، راح اتكلم عنه ان شاء الله في المقطع الجاي، كلهم ابحث عنه واتكلم عني بتفصيل كبير. انا جاني هنا خلاص، فانت تكلم اكثر من مره لين تعطيك اللي هو الكتاب هذا، استخدمه وتاخذ التروفي.
نيجي هنا بس نشوف الحركات. مربع كذا، شوف كيف. اوكي ثلاث شوي الصابة السحرية، مثلث ار 1 الصاعقة. او ار 1 كذا الصاعقة، تعلق ار 1 يشحن يشحن، تفليت ار 1 كذا، اوه انفجار، قاطع التنين. هذه 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 الحركة اللي هي تطير، شوف طعن التنين. نصل سيشي، نصل سيشي طلع لك اشياء زي كذا، شوف قصتها دي. الان زي ما قلت بروح هنا نقطة وارجع لكم ان شاء الله. طيب حنا فين وصلنا؟ حنا وصلنا هنا الان، خلاص حنا وصلنا هنا، والحين عند المغارة لما قتلنا هذا اوله. فبنروح هنا الان الديرة حقتهم. والله كلاس ذا جيد نوعا ما، بس يبغى تطوير شوية. جانا مونيتور والله ما عرفت كيف اقاتله، انتوا شايفين والله في مو في في تعال في مويه هنا. وين هذا؟ آه من هنا، نروح من هنا. يلا لا لا بارك الله فيك، اوتو ما تروح. تعال تكون على الجسد، تعال ريح. والله ودي ريح ثم خيم. لا في في فندق في المدينة حقتهم. يلا وكلاس هذا في حاجة حلوة بصراحة، يا ابوي يمشي انت وياك، اللي هو اذا جتك الحوش الطائرة اريكم حاجة الان. في حركة هي مثلث، تضرب كذا ضربتين تضغط مثلث تسوي كذا السحرية هذي شيء. فين ماتوا؟ اذا جاوك الاعداء الطائرين نصل حركة لي النصل سيشي هذه، ترمية عليهم، شوف ترمية العداء. طيب فين نروح؟ امشي معانا يا ولد، نمشي وريني الطريق. طب من هنا ديرتهم اظن هذه، هذا جاهز استخدم على طول. ويت استنى، فين انت تودينا؟ انا اوديك عليك. ايش يوه هذا جانا، قال الله يقرفك لا تطلع له. اظن راح الجسر هذاك، من الطريق راح الجسر هذاك. طيب اروح زي كذا، اروح من هنا من هنا، نطلع من هنا. ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش؟ صباح تعال. طيب بس مش نصلح هنا الان، راح ذاكو والله من يمه. بنروح جهة، احنا بنروح جهة هنا، شايفين اتجاه خريج، احنا بنروح هنا. كويس انا ماشي صح. يلا نمشي قاتلة، خذ اكس بي. تدرون اقتل وارجع لكم، خذ اكس بي يا ابن حلال، اكس بي جيد، اقتل وارجع لكم. لحظة لحظة، مين ذا اللي ينصرع ذا فلي؟ اي مات، قتلناه كويس. اقتله ابن حلال، يجيك شو اسمه اكس بي جيد. لن طولنا في المقطع. طيب دقيقة، فنروح هنا قلنا، روح من هنا ما هي مشكلة. يا روح من هنا، خلص المهمة ذي مقفل ما هي مشكلة، طول المقطع شوي ما هي مشكلة، نخلص منها. والله قدامنا مشوار طويل، في ترفيهات كثيرة نبغى نجيبها، فلازم أخلي المقطع ساعة تقريبا، يعني أقل شيء أطول فيه. يعني أنا النية ما هي إني أخليه ساعة، لكن أضعف الإيمان أخلي إيش نخلص فيه أشياء كثير. تعال هنا طيب، لو قلت شيء نخلص أشياء كثيرة في المقطع.
طيب إذا شو قلنا؟ وحنا في سباق، ما حنا في سباق بخلص أنا. أنا وضحته. صح ماشي صح. مش مع هذه الشعلات هذه. واطلع مع الغصن هذا جسر العراء ايش هنا قلنا حجر عبور مين شال حجر عبور في واحد شال حجر عبور اوكي شكرا والله شال حجر عبور من فين شوف صندوق قريب اظن ناخذه من صندوق كويس شكرا قلنا كذا قربنا ناخذ هذه او القمر نمشي مع ضوء القمر هنا إلى أن ندخل الديرة حقة الجنونة هذه الديرة حقتهم اللي هي شو اسمها العرائش المقدسة نروح على البنت فين البنت فين ذا فين دليلنا ذا فين نبغى نروح نبغى نروح هنا في اتجاه ندخل هنا اي ندخل هنا الغرفة هذه دار البستان ندخل دار البستان هنا يلا نقابل بنت الأميرة أخت أظنها أيوة دريان اختطفت يا حبيبي دريان اختطفت طيب شو نصلح نروح ننقذ دريان نقدر ننام الحين انا قعدت بالحين ومتين هنا والله صح حقت لك عليها طيب شرطية حجر احياء كويس خلنا شرطية حجر احياء نروح ننقذ دريان مدينا نام يوم مدينا نام يوم راح ننزل اخذ لي يوم كذا تقعد عادية شوف اذا نمت تموت مع انهم هم جانبية هم اساسية مو واضح بس خلنا نروح نساعدهم فين راح هذا؟ راح نساعدها عشان نقفل سعود عشان نقفل فين راح ذا؟ فين راح؟ نروح الكهف لأن ندخل كهف نساعد الآنسة هو الجو في الليل وقت في الليل لا يا شيخ ماشي والله الليل صعب في الليل بعض الأحيان وانت ماشي في الليل تعبت في الليل يجيك فارس ما له رأس فارس بلا رأس الفارس الذي بلا رأس هذا إذا قتلت على تروفي طيب فين ننزل ننزل تحت أظن البرج شو اسمه الكهف تحت لطيح 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 كويس اوكي خلاص انت متعلق انت ريالنا وين كهف هناك عند ذاك شايف هنا ذاك كهف هنا استناني هذه مين ذي صفقه وجو طيب طيب يلا خش الآن وننقذ الأستاذة شو اسمه ما أدري شو اسمه خش عليهم بس يلا أمزح أمزح وين خويتي وين أصدقائي داخل حالي أنا أساعد أختك أنا لحالي أقتل ذا المعفن ذا أعطيه كذا مثلث أيوة أقتل ذا كمان وين ما في شيء اظن في شيء يرجع لك الصحه في علاج يرجع لك الصحه بشكل كبير بشوف فين دقيقه العب في الاغراض شوي اظن هذا تصدقون استخدام الازرق صح الازرق يرجع لك الصحه كامله كويس كذا مهم يعتبر بشكل مو حلو يعني الناس صحتهم فل وانا صحتي ما ادري كيف يلا فين
رش قدام على طول. اذا شوف اذا تورطت في قتال ضغط ال1 ومربع تشد عن القتال، شوف كيف تبعد عن القتال شوية، شوف كيف زي كذا حاله الهروب هذه الزمراوغه. هي المفروض انها هجمه لكن ساعدتك برضه في الهروب. جمعوا 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 جمعوا، انت عندكم جمع فلوس، في فلوس جمعوها 350 اهم شيء الفلوس. طب نخش الان، خش هنا على الدولي، خش عليهم لا تهبدني انت. خذ حل الحركه ذي بصراحه جبار، لا تهبدني انت. وفي هنا براميل ما شفته، 1200 250 يا ولد بطرانين ذولي. ماشيين صح؟ كنا طلعنا ان شاء الله ماشيين صح. هناك في واحد، ايوه شايفك، صلح لي كامفلاج اعطيني صحة بس. ايوه صح ماشيين صح ان شاء الله. خذ الحوش الطائر، كويس في حوش طائر عشان اوريك وش تصلح. هات الحوش الطائر، والله حلو الحركة ذي، والله حلوة مرة ذي، تخليك تبتعد عن القتال بس انتبه لقدرة التحمل. التحمل اضغط لي ال1 وتحت تاخذ لك قلقاس يعالجك القلقاس. الحوش الطائرة اضغط لي ال1 ونصل سيفي هذا، شوف كيف. خلنا اوريكم، وظف انت كيف يصيبهم، يطيحون في الارض شوية، هو يدوخهم شوي يعني ما ي... خليه اذا مالك من هذا، ركزي على الطيور، خلي ذا عندي، ركزي على الطيور يا ايوه طعن شت، ركزي على الطيور. فين الطيور؟ الطيور طاحت، ما توقع الطيور تطيح كذا. يلا ما علينا، يا صندوق كان 70 يا حبيبي، حب الفلوس انا هذا. وهنا عندك صندوق في حذاء طويل، اذا تبغى حذاء طويل لكن عنفوان اللهب، اغصان يابسه، نقدر نحفر على الاغصان يابسه في الجانب. يلا ننقص فوق، اوكي دفعنا 24 ممتاز. نروح من هنا نروح هناك، طيب حركة دي حبيتها مرة مرة حبيتها. يلا بنروح يمين يسار ولا صار مدينا يسار، يسار رجعني لكن ها شكلت لعبته. اوه لا 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 الحركة دي كل مالها تبيرني. يلا نروح هنا، نروح قدام هنا، خلص الليلة لي بسرعة هي. يلا في شي فوق؟ أظن في صندوق فوق، فيه عندها وحش. طيب شوف السؤال كيف يسوي، يتكلم بسوء غريب. ايوه الان في حركه تتعلمها زي كذا، في حركه هذه اذا معك الرامي يعلمك الحركه هذه، حركه زي كذا غريبه. تعال خلنا نرميها بصندوق، ادعس خذ ادمر ادمر والله احي ادمره كمان هذا الغول اللي ماسك البنت. ايش تبغى بالبنت انت؟ ايش قصت عنه؟ ايش عنه؟ تعلق فيه، لمين تعلق فيه؟ خوي تعلق فيه؟ شو الحركة دي كيف؟ تعلق فيه؟ طاح كويس. علق فوق كذا طاح. ايش تسوي انت؟ انا اتسلق فوق كذا، اطلع فوق بس، ركز لي على راسه.
مثلث. مات 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 ما مات مات اصبر ناخذ الاشياء اللي معاه. ضفر غول ضفر غول. الان نجي البنت هنا. البنت لا نخطك. ناخذ عباءة المحظمة وخمسة الاف ومئتين. احا وين البنت؟ هذه البنت. شيل البنت. يلا ودع اسم البنت. اطلع بالبنت. يلا ودي اخفف الوزن بس كويس ان بنت مو زي هذاك شيلين ذكر. ايوه خلاص بس كذا زينت كذا. ايه اصلح حاجه انت يطلق طلقه الان. يطلق طلقه يدمر المخرج. يدمر المخرج. احنا مسينا وقعدنا. طيب يكون دقت اختي وانا انت كويس. الان يعطيك حاجه مهمه جدا. ايش هي؟ تمام. حملت دوريان الى بر الامان. كلمه طيب عشان نروح نكلم ابوه. فين هذا هو؟ معليش ادور انا. هذا هو جنبي. رايح مروح انا. الان يقفل لك المهمه. الان يقفل المهمه ويعطيك اشياء جيده. ايش اعطانا؟ باللوره توصول 16000 باللوره توصول وقوس الطارد. أكملت اختبار حقيقة في الرماية. أنا إيش ناقصك؟ ليش إحنا صلحنا المهمة هذه؟ أساس المهمة هذه اللي هو نبغى كتاب الساحر. الكتاب اللي هو يعطيك شو اسمه الحركة الأخيرة للساحر. لازم نرجع بس أوريكم حاجة اللي هو شيء يهمنا. إيش هذه باللور توصول طشها في أي مكان دن سفر لها. تمام وزنها 2 كيلو. تسفر لها بعدين على كيف. كما تقدر تشيل حتى لو حطيتها تقدر تشيلها مرة ثانية. فهمتوا؟ رهيبة. طيب عشان الوقت بس أنا بقفل هنا. عشان الوقت أنا هنا واقف. نرجع إحنا الديرة حقتهم هنا المدينة هذه. نرجع دقيقة برجع المدينة. خر عني أنت. لأن في كمان مهمة جانبية ثانية ناخذها. بس أنا تدرون مادام في نار هنا مادام في مخيم هنا نريح في المخيم بعدين بقفل. نحن نبدأ من المخيم هذا. ما ودي أطول المقطع أكثر من كذا. نكمل إن شاء الله المقطع الجاي. المهمات هذه كلها مهمة. أي شيء يسويه صلحوه معاي. أي شيء يسوي ارجع المقاطع. أي شيء يسويه صلحوه معاي يا ناس. حتى الكلاسات اللي يخذها ما أقول لك كلاسات. يخذ كلاس على كيفك بس الأفضل حتى الكلاسات اللي يخذها حاول تأخذها نفس كلاسات حقك. لأن في أشياء تحصل. لأن والله لسه حتى رجعت الآن إلى الأدلة. الدليل هذا فيه أشياء خطأ عنده. فيه أشياء خطأ عنده ترى. الدليل هذا فيه أشياء خطأ عنده. رجعت الدليل الثاني يقول بعض الأشياء ففيه فيه لخبطة. اخترت الأدلة لكن إن شاء الله فيه أشياء عشوائية كثيرة في اللعبة. أشياء يعني فيه أشياء ما أدري كيف تأخذها. لكن حنا بنخلص لكن المهمات الجانبية متأكد منها. في ناس يقول خلص المهمات الجانبية كلها ما لها هدف. يعني في أشياء كثيرة بنسويها ترى ما لها هدف لكن المهمات الجانبية كثيرة بنخلصها. إلا إذا مهمة جانبية تحتاج لكن ممكن نخلص المهمات الجانبية كلها. عموما هنا حنا وصلنا معكم نهاية المقطع. إن شاء الله استفدتم من الأشياء القضية. في الختام لا تنسون اللايك واشتركوا القناة ودفعوا المقطع أصحابك. خلوا يستمتعوا تهتمين بلعبة وترفيات دراجون دوغما 2. حياكم على حساب انستغرام ويكس. أعطيكم إعلان من بعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.